عندنا كب كيك البيض، عندي 5 بيضات مثلا على حسب طبعا افراد الاسره وزي ما انتم عايزين. عندي لو باقي عندي شرايح تركي انا هحط هنا شرايح تركي، عندي فلفل الوان وفلفل اخضر، كوبايه من الكريمه، جبنه موتزاريلا، جبنه مثلثات لو عندي، جبنه بيضه، جبنه قريش، اي حاجه انتم حابينها، جبنه اللي هي المكبيات، بقدونس، ملح وفلفل، عندي كمان ريحان، وعندي معلقه من الزبده تدي طعم حلو للبيض لان البيض بيبقى جميل بالزبده واللي بيحبه بالزيت طبعا اوكي، ربع معلقه صغيره من بيكنج باودر والقرفه. طيب القرفه دي اختياري على فكره مش اجباري، على حسب اختياركم. بصوا انا جبت هنا القالب زي ده اهو، القالب بتاع الكب كيك، وهبدا اعمل فيه الايه، اخلط بس شويه المكونات دي، وده بيحل من الاثنين، اما ان يشتغل على طول على القالب نفسه او ان انا اعمل في بوله واخلطهم كلهم مع بعض واصب في كل قالب شويه. فايه اللي يعجب حضراتكم؟ انا الحقيقه هعمل كده ودي طريقه يعني اسهل شويه، يعني هعمل بقى الطريقه السهله. خليني كده اخد ايه شويه فلفل هنا اخضر الاول اوزعه كده هنا في كل عين شويه، وخلي البيض ده يتضرب في الاخر في بوله وسط كده مثلا يعني اهو، وهاخد من الاحمر شويه برضو، ودي ميزتها الولاد يقفوا بقى مع حضراتكم يعملوها، بيحبوا قوي الحاجات السريعه دي. ونقدر نعمل ده في توست برضو، يعني نخرم التوستايه من النص ونحطها على قد البيضه، هنعمل حاجات جميله قوي مع حضراتكم ان شاء الله لافكار السحور، لان الفترات اللي جايه في ناس كتير قوي بتعتمد على الوجبه دي. الحقيقه جالي مسجز كتيره جدا. طب الناس بقى اللي عايزه تعمل عزايم لناس والاول مره، اهم حاجه يبقى عندنا على السفره اولا لو انا هعمل المين الاساسي بتاعي هلعب على ايه، هلعب على لحمه ولا هلعب على تركي مثلا رومي. بيقولوا لي اللي حضرتك عاوزاه يا حبايبي. يعني لو انا هعمل الاساس بتاعي ديك رومي مثلا، يبقى هقول لكم نحط جنبه ايه. مثلا ديك رومي ده بيبقى لطيف، يا اما هعمل عروق، العروق برضو بتبقى لطيفه، ما انا برضو يا اما انا عن نفسي يعني لو عزومه لاول مره يبقى الافضل يتحط دي كرومي لازم في وجهه كده في نص السفره، ويتعمل جنبه انواع لحوم زي البيكاتا تبقى لوحدها، يتعمل جنبه اصناف خضار، لازم مقبلات تبقى فيه سامبوسه منها الجبنه ولحمه على حسب الاذواق، لازم يتحط النوعين. ونعمل كمان معانا مع الحاجات الحلوه دي نحط وكوبيبه، دول اساسي طبق مقبلات، ممكن قوي يبقى فيه ممبار متقطع ما هو ده برده من المقبلات. وبعدين انواع السلطات، السلطه الرئيسيه لازم تكون في سلطه خضراء، ولو انا عامله ميكس جريل، ميكس جريل للحوم، يبقى لازم اخد جنبه في طحينه او بابا غنوج او سلطه الرهب، يعني طحينه اساسي وجنبها ايه. طب عملت محاشي يبقى هشوف المحشي، يبقى لازم سلطه زبادي، لو عامله ورق عنب، عامله دولمه، مشكل، هعمل ايه، لازم يبقى صنف من الحاجات دي. الحاجات بقى اللي فيها مكرونات وكده، خليني اخد شويه من التركي اللي فيها مكرونات، اللي هي بتبقى مكرونه بشاميل او لازانيا او رز بالبشاميل او الحاجات دي، يبقى حاجه واحده بس. فاحنا بننوع سفرتنا، لازم يبقى فيها مقبلات ويبقى فيها معجنات ويبقى فيها الحاجات اللي هي سلطات اللي بتتاكل جنب انواع الاكل اللي انا عاملاها. فانا لو عامله الاساس تركي يبقى لازم ادعم باللحوم جنبه، صنف واحد ممكن يبقى كفته داوود باشا، ممكن يبقى كذا، بس ميكس جريل كل الناس بتتفق عليه. خلينا نقول معانا ام حماده، اخد الاول شويه من الكريمه. ام حماده حبيبه قلبي صباح الفل فراولتي. صباح الفل حبيبتي يا زوزو. اقول لك انا عامله عصير ايه النهارده بقى؟ اقول لك؟ قولي. عامله عصير فراوله. حبيبتي اهو شفتي بقى حبيبتي. عشان تعرفي بس حبيبتي يا عشان تعرفي انت وحشتيني قوي يا حبيبه قلبي. انت طيبه وانت والله حبيبه قلبي. عامله ايه وازاي صحتك؟ ربنا وكلكم كل سنه وانتم طيبين وانت بصحه وعافيه يا رب وراحت بال، كل ايام بخير ويحفظنا يا رب. امين 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 امين. كلامي لناديه ام عمرو كلامها جميل جميل وكلام اجمل يا حبيبه قلبي. والله كل الناس الحلوه كده جميله، يا رب يخليهم ويديهم الصحة ويديم المحبة بينكم دايما يا حبيبة قلبي. ربنا يحبب فيكي خلقه. امين امين. احلى دعوة كل خير يا روحي، احلى دعوة والله العظيم، والله العظيم تستاهلي كل خير. يا رب ما يحرمني منكم ابدا، خليلي ولادك ويحفظهم لك. امين يا رب العالمين امين، ويفرحك بقى حفيدتك الغالية فرودي القمر. حبيبتي يا زيمة حبيبتي حبيبتي، خلي بالك من صحتك ها، خلي بالك ما نتشقاش بقى، ما نتشقاش بعد الفطار.
لا لا مش عايزه. انا نفسي 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 اصدقائنا يشاركوني صورتين شفتهم بجد، وانا واثقه ان ما خفي كان اعظم، كمان بالذات عند حبايبنا الباقيين. صوره فراوله وهي عروسه. والنبي انا هعمل مسابقه مخصوص عشانكو، وهيكون الراعي ليها كلوسيز علشان علشان الصور بتاعتكم وانتم صغيرين، لان انا بصراحه انا هشوف حاجات جميله وبقيت سعيده جدا. قمر طبعا، وشفت بقى لو شفتوا بقى الطفله القمرين ام اسلام، انت لو شفتي صوره ام اسلام مش هتسيبي، انا كل شويه افتح البتاع ابص عليها على التاب. وايه الطفله القمر دي؟ ايه انتوا، ايه الحلاوه دي وايه الجمال ده؟ ربنا يحفظكم ويديكم الصحه ويخليكم يا رب. حبيبتي والله يا فراوله، يعني هو كانت مامته دعياله انا عارفه. ها الله يخليكي، خد حاجه حلوه قوي يعني. ها خد حاجه حلوه قوي يعني. ها عظيمه. لا لا قوي ونص وثلاث ارباع كمان. انت اجمل يا زوزو. لا يا روحي، ربنا يخليكم ويسعد ايامكم باولادكم واحفادكم يا رب العالمين. الله يخليك يا حبيبه قلبي، الله يكرمك يا رب. امين امين، وتسلمين يا فراولتي. وانت طيب. امين. احنا وانت، ومش ناسيه البرجر هعمله لك في حلقه سحور بقى عشان نشقلط الولاد الفتره اللي جايه ان شاء الله. من عينيا الاثنين، مش ناسياك، وعمل لكم حلقه كده باذن الله يبقى فيها سندوتشات كده، حاجات بيتي جميله، ونرملها حاجات صحيه برضو علشان الولاد اللي حابين ياكلوا اكل محرومين من الدليفري ما نضايقهمش برضو. طيب هبدا كده اصب. بصوا حطيت الخليط البيض مع الكريمه ورشه ملح وفلفل، هعمل كده هنا على بقى الحاجات الجميله الصغنونه اللي احنا عاملينها دي. انا هحتاج بيض تاني يا ولاد، هاتولنا نكمل الحبة الحلوين بتوعنا دول. وانا بصب كده ايه الكام عين اللي باقي عشان خساره نبقى عملنا كل العيون بتاعتنا. البيض طبعا طازه وفريش على فكره. البيض برضو عايزه اقول لكم مش كل الانواع سبحان الله، ومش كل الاماكن بتخزن مظبوط حتى في الرز. عايزه اقول لكم في مكان مشهور وعملت فيه، جبت من عنده شويه رز بسمتي وماركه معروفه ولقيته فيه سوس، وعرفت ان التخزين ما كانش مظبوط، وقبل كده برضو في التخزين ما كانش مظبوط في الرز العادي. فمهم قوي نبص على نوعيه التخزين في المكان، مهم نعرف نتعامل معاه ولا ما نتعاملش. وادي التركي اللي احنا حطيناه، اي حاجه عندنا. عايزين تحطوا زيتون حطوا، بس انا بحاول ابعد بس عن الحاجات اللي فيها املاح. خلاص كده، وهضرب بقى شويه دول بشويه كريمه كمان اهو، البيض الحلو ده. وعندي الفرن شغال، وهخلط رشه ملح ورشه فلفل اهم، وخليني ايه اخلطهم مع بعض شوكه نظيفه، ونصب في اللي باقي عشان تدخل القالب كله. بيبقى جميل جدا جدا جدا، كمان لو عندنا اطفال صغيرين هيتبسطوا قوي قوي بالوصفه الجميله دي حقيقه يعني. كده وهنصب في بقيه الايه، بسم الله اهو. وهنا وهنا تمام. هندخله بقى فرن 180 عادي جدا على الشبكة في النص، كأني بعمل كب كيك عادي. الباقي ده ممكن ازود فيه معلقتين كريمة هنا اهو كده وهنا بس تمام. حطينا بقى كل الحاجات الحلوة دي، ممكن بقى ايه كده على الوش يبان بس ان هو حاجه شويه حمر وشويه كده، وشويه تركي هنا كده، وشويه اصفر اي بقى حاجات. وتحت هيبقى فيه طبعا هي الموتزاريلا كمان في النص جميل. عايزين تحطوا تشدر براحتكم، هاخد بقى الجمال ده بسم الله، وهدخل على الفرن هحط هنا على الشبكه في النص. اوكي يا حبايبي بسم الله اهو، ونقفل